دكتوره هند هاي مع اخصائيه في الامراض الجلديه والتناسليه، لانها التزمت معنا طيله هذا الاسبوع فقره حروف الزين. اليوم اكيد موضوع اخر كيهمكم مستمعينا الكرام وكيهم فئه كبيره من المستمعين ديالنا. صباح النور دكتوره هند هاي، اهلا وسهلا بك. صباح النور هدى. صباح الانوار، الله يبارك فيك دكتوره. اليوم غنتكلموا حول موضوع متعلق بالجمال ديالنا، بالجمال ديال السيدات، خاصه السيدات اللي عندهم رغبه انهم يقوموا بتغييرات في الوجه ديالهم. اليوم غادي نتكلموا حول بعض الاجراءات التجميليه المقترحه عند تقدم في السن وظهور علامات الشيخوخه على البشره. شيء طبيعي ان علامات الشيخوخه في واحد السن كتظهر على الكثير من النساء وحتى الرجال، وشيء عادي وشيء طبيعي انه كل واحد كيدوز واحد المرحله بواحد المعايير. ففاش كنوصلوا لهاد المرحله هذه ديال التقدم في السن وكيظهروا علامات الشيخوخه، وانتم كاخصائيين في الامراض الجلديه شنو كتقترحوا على الناس اللي كيجيو عندكم؟ الو ايفيكتيفمون هدا كيف ما برنامجك هو حروف الزين، كنقولوا لا سلف الواحد كيبقى مشى الزين كيبقى حروف ودوكو فين تكون كنعاودوا نخدموا هذوك الحروف باش نعاودوا نرجعوا واحد لا ساتيسفاكسيون بيرسونيل، واحد الرضا ديال النفس على الوجه اللي وصل واحد المرحله متقدمه من العمر وباقي الواحد باغي يشوف راسو بنفس الرؤيه الاوليه. الو قبل ما نبداو نهضروا على شنو هما الاجراءات، غنصحوا واحد المغالطه اللي كبيره واللي الناس كيعتبروا ان الشرف هو فوق 40 عام ولا فوق 50 عام. خصنا نعرفوا ان فيما يخص البروسيسوس دو فييسمون او لا علامات الشيخوخه على البشره، فالحد الفاصل هو 25 سنه. يعني راه فئه كبيره اللي خصها تهتم بالوجه ديالها ابارتيغ دو 25 سنه. علاش؟ لانه ابارتيغ دو 25 سنه التصنيع ديال البشره كيبدا يقل او كيتدهور، وحنا هذاك التدهور كيتفاقم تدريجيا حتى كيبان في عمر متقدم. دونك الا بغيت انا ما نشرفش كيف ما نقولوا كيف ما شرفات الوالده ولا كيف ما شرف الوالد، خصني نبدا قبل، لانني عندي واحد النسبه وراثيه اللي هي 30% و70% هو كاع داكشي اللي كندير انا في حياتي من ماكله، من نعاس، من تلوث، من تدخين، من عدم ممارسه الرياضه، عدم شربي الماء، الماكله ديالي ما مقاداش. دونك كلهم هادو عوامل مساعده ومتراكبه اللي غتخليني يبانوا ليا علامات الشيخوخه. علامات الشيخوخه شنو هما؟ الا بغينا نفهموهم بطريقه بسيطه، ان العلامات الشيخوخه كتبان من يعني تغيرات كيطراو من الداخل باش يبانوا لنا على الوجه ديالنا او السطح ديال الوجه ديالنا. يعني مع العمر العظم ديالنا الا كنا وراثيا، داكشي اش كنشوفوا بعض الناس كيبقاو عندهم الحناك وحدين اخرين كيمشيو لهم الحناك، يعني العظم اللي هو حنا وارثينه على والدينا كيخلي لينا داك الوجه باقي قايم براسو بحال نقولوا الساس ديال الوقع. ثاني هو العضله اللي كنحركوها بواحد الطريقه ومستمره، ولا الوجه كيكون عندنا تعبيري بزاف كيرجع لينا دوك التجاعيد التعبيريه حول العينين، حول الفم، جناب ديال العينين. الطبقه الجلديه في حد ذاتها الا كانت هي الطبقه الدهنيه ديالها صحيحه فاحنا كيكون الوجه كيبان مجبد، والناس مثلا اللي كيديروا رياضات اللي هي كثيره وكيدوب لهم هذيك الشحمه كيبان لهم انهم بعد فاش داروا ريجيمات ولا فاش داروا سبور اللي هو شرس، من بعد كتمشي لهم ديك الشحمه كيحسوا بالوجه ديالهم كيف ما كنقولوا طاح. وكذلك مرونة البشرة بما فيها ليلاستين والكولاجين اللي كنسمعوا عليهم بزاف، وحتى التغيرات الصبغية اللي كيكونوا في الجلدة الفوقانية بهذوك بسبب تعرض للشمس بواحد الطريقة اللي هي غير منطقية. تراكم هاد المشاكل كاملين وظهورها على الوجه كيدفع بالإنسان أنه باغي يعرف شنو هو الروتين اللي يقدر يبدا به هو قبل ما يجي عند الطبيب، ولا مشى عند الطبيب أشنو هما المراحل اللي غيحتاج باش يمشي فيهم. أول حاجة الروتين البسيط كيف ما قلنا خصو يبدا من 25 سنة. شنو فيه؟ خصني نغسل الوجه الصباح والعشية، خصني نستعمل مواد كريمات مساعدة على الحفاظ على البشرة والعناية بها اللي فيها وغنية بمضادات الأكسدة باش نحافظ على البشرة ديالي بالمؤثرات الخارجية، نحمي من أشعة الشمس لأن بضرورتها هي عامل مهم وسبب أساسي في الشيخوخة، ما يعرفش الشيخوخة الناتجة عن تعرض أشعة الشمس. في الماكلة ديالي خصني نبدلها بواحد الطريقة اللي ندخل فيها شي حوايج اللي هما مساعدين على حفاظ البشرة بما فيها البقوليات، الفواكه الجافة، زيت العود، أي حاجة من الفواكه الحمراء، كلهم هادو مواد مساعدين على العناية بالبشرة وأننا نعطيوها التقويم الأساسي باش تقدر تقاوم تقدم أشعة تقدم السن. ألوغ دابا تراو علامات الشيخوخة وأنا وصلت لواحد المرحله ما قدرتش نحل المشكل بوحدي في الدار وخصني نمشي لعند طبيب باش يعاونني في التخلص من دوك العلامات اللي ظهرت ولا تراكمات. كيف ما كنقولوا بالانجليزيه اتس بيتر ليت ذان ايفر، صافي اللهم نبدا في واحد الوقت ولا نمشي حتى نشرف كاع وديك الساعه يولي الرجوع. الو شنو هما هاد
شنو هما هاد الاجراءات الا بغينا نبسطو مع المستمعين غنسميهم لي 4 تتعذير فاش غتمشي عند طبيب الجلد غايقول لك واحد من هاد الربعه باش يقدر يحيد العلامات ديال الشيخوخه. الاولى هي الرولاكس، يعني غنمشي لهداك الميسكول ولا ديك العضله اللي كدير التعذير وغادي نرخيها باش ما تبقاش تكمش، ولان في التكماش ديالها الجلده ضحيه وغتعطيني التجاعيد التعبيريه. وهنا كيدخل ما يعرف بلا توكسين بوتوليك اللي هو عامه الناس كيسموها بالبوتوكس. والبوتوكس في الحقيقه هو ماده تباع، يعني هو واحد لو نون كوميرسيال حنا كنسميوها لا توكسين بوتوليك اللي هي واحد العلاج اللي كنرخيو به الميسكل، وبما ان العضله كترخى ما كتبقاش تكمش مع هذيك الجلده وكيكون واحد النتيجه اللي هي جد جد مرضيه وكتكون تدوم واحد وقت معين على حسب لو برودوي اللي استعملنا ما بين 3 شهور حتى 6 شهور. دونك شحال هذه كانوا الناس كيعتبروا ان هاد لا توكسين بوتوليك او عدم تحريك البشره باننا كنبلوكيو العضله هو علاج التجاعيد، بالعكس بالدراسات الحديثه بينات لنا انه هو مانع لظهور التجاعيد. يعني انا لا كنت ما بغيتش التجاعيد يبانوا خاصني كيف ما نبداهم من الحد الادنى اللي هو 25-30 عام، لان الظهور ديالهم والكسر ديال البشره غادي نحيدو ولكن ديما غيبقى يبان ليا الكسره ديال البشره. لو اخ ثاني ما يعرف بالروفول، سيتادير غادي نمشي نعمر البلايص لي خوان. وقلنا توتالور ان الشحمه فاش كتذوب كتعطينا واحد الوجه اللي هو طايح بطريقه مبسطه باش نقربوا الرؤيه للمستمعين. انه مثلا الوجيه ديالنا كيكون بحال التفاحه ومع لاج كيولي بحال بعويده. اييه بحال بعويده. دونك خاصني نعاود نعمر لا بارتي الفوقانيه في الوجه باش تهز ليا الساس، وديك الساعه الوجيه غيبان لينا عاوتاني واحد انعكاس الضوء اللي كيقل، لانه كل ما ولاو الحفاري في الوجه كل ما الضوء كيدخل كل ما الظلام كيولي بان وكيبان لنا داك فقدان النظره والوجيه طاح. الحاجه الثالثه ما يعرفوا بالروسرفاسين، يعني انني غنمشي نجر البشره. وهنا بهذا التكنيك اللي هي سوا اللازير او التقشير الكيماوي كنحيد دوك الطبقات الميته السطحيه، وكذلك كنحيد هذاك التكماش اللي كيكون في البلايص اللي طايح فيهم الجلده واللي ما كنقدروش نعمروهم ولكن كنقدروا نجروهم. الاخ التالي لا روجينيفيراسيون هي شنو هي؟ غنمشي ندير كاع داك الشيء اللي كيوكل ليا الطبقه السطحيه والطبقه الثانيه، ما يعرفوا بلا ميزوثيرابي او العلاج بالفيتامينات، البي ار بي او العلاج بالبلازما، لا راديو فريكونس، كلهم هادو دي تكنيك لتحفيز البشرة على إنتاج نسبة أكثر من الكولاجين والإلاستين. واحد الشق آخر مهم ومهم جدا لأنه الوصول ليه ولا سهل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعرفوا بالمكملات الغذائية. وهنا غنحل واحد الشق، لأنه المكملات الغذائية هي مكملات، يعني الأساس هو تغذية كاملة وصحيحة، وهذوك المكملات راه هي غير زعما راه فيها واحد الخطورة واخا هي غير مكملات. دونك المكملات الغذائية بطريقة بسيطة، كاين المكملات الغذائية اللي كتذوب في الماء وهذه بحال فيتامين بي وداكشي، واخا ناخذهم الضرر ديالهم إلا كاع ما ناقصينيش وخطهم ما غاديش يضروني بطريقة خايبة. الخيوبية كاينة في المكملات الغذائية اللي كتذوب في الزيت بحال فيتامين أو بحال فيتامين دي، هذوك اللي كيكونوا أصلا هما خصهم واحد الميليو زيتي، معناتهم أن التخزين ديالهم في الذات كيتخزنوا في الخلايا الشحمية وفي الكبد. وهنا الاستعمال أو أننا نبقاو ناخذهم بواحد الطريقة اللي هي كما نقولوا عمياء، كنبقاو غير ناكلوا على أساس أننا غنمسحوا الصحة ديالنا، يقدر يرجع لنا بأشياء اللي هي خايبة. مكمل غذائي آخر اللي عندي اعتراض عليه لأنه كيتم ليه التسويق بواحد الطريقة اللي هي دواء معجزه وانه لا شيخوخه بعد اليوم، وهو الكولاجين. كيف ما كان طبيعته كساسوا بحري حيواني خصنا نعرفوا انه لا يعوض الكولاجين ديال البشره، لان الكولاجين ديال البشره ينتج وماشي كنجيبوه من برا. دونك هذه واحد المغالطه كبيره اللي بزاف الناس كيقول لك انا غناخذ الكولاجين باش ما نشفش، ولكن خصنا نعرفوا ان الكولاجين اللي كاين في البشره ما كيجي لها حتى شي بلاصه كيتكون فيها، وحتى الان ما كاينينش دراسات اللي كتبين لنا انه كاين علاقه مباشره ما بين الاخذ ديالو. يعني نقدروا ناخذوه وما يدير لنا والو، ولكن ما ناخذوهش يكون عندنا واحد التفكير كبير اننا غادي نحلوا به مشاكل الشيخوخه واننا بصح نيت ما غاديش نشرفوا. نعم طريقه واقعيه كلنا غنشرفوا التجاعيد عادي كل مرحله والمميزه ديالها. التجاعيد افكتيفمون التجاعيد غادي تكون، الهدف هو الوقايه او الحد من تمظهر المشكل في حد ذاته. وهنا كاين واحد الخطوره اللي نبغي نشير لها هدى، وهذا هو الدور ديال الاعلام، هو خطوره وسائل التواصل الاجتماعي لانها كتبين واحد الصور غير واقعيه، وهذوك الصور غير واقعيه كتدفع الناس انهم باغيين يوصلوا يشوفوا راسهم بهذيك الصوره وكيولي يبان لهم راسهم خايب. وهذا الشيء هو اللي كيدفع واحد الفئه معينه انها تمشي للافراط التحسين. وهذا ماشي هو الهدف ديال الطب التجميلي. الهدف ديال الطب التجميلي هو اننا نرجعوا مارشاريال، ماشي نمشيو اوفر، ماشي نمشيو اكثر من القياس. سي نورمال لمشينا اكثر من القياس كيكون تغيير الوجه بطريقه عامه
كيكون اننا النتيجه غير مرضيه وحتى الناس كيلفت انتباه لظهور واحد التغيير اللي كاين في الوجه. دونك انا كنحفز الناس انهم يديروا الطب التجميلي ولكن بالقياس باش يكون النتيجه ديالو ايجابيه ومرضيه. واللي درتو غنديروا راسي ماشي باش نوري الناس انني وليت كنشبه شي واحد معين. تكلمتي دكتور على واحد النقطه مهمه، سواء الا كنا محتاجين لهذا مثل هذه العمليات التجميليه نديروها بالقياس. فاش كنتكلموا على القياس، شحال مره في السنه مثلا ممكن السيده او السيد يقوم بمثل هذه العمليات ديال التجميل، والسن اللي ممكن نبداو فيه عمليه التجميل مادام كنتكلموا على الشيخوخه وكنتكلموا على سن متقدم؟ راه كيف ما قلنا اننا كنا غنشرفوا كل واحد وامتى كيبانوا فيه العلامات ديال التقدم في السن، يعني كل واحد على حسب هو كيف ما قلنا هذيك الوقايه اللي كيدير في نص صلاته اولا فين عطاتو نتيجه ايجابيه. اي واحد ظهروا عنده تلاعب تعبيريه وما باغيهمش هو، يعني هو ما باغيش، حنا ما كندزوش على الناس كاملين يديروا، من الناس اللي ما باغينهمش يعرفوا انه كل ما بدا بكري كل ما غيكونوش عندهم من بعد. الناس اللي عندهم ان الوجه ديالهم كيف ما نقولوا طايح، كل ما كانت بلاصه خاويه صغيره وغديناها ورطبناها، لاننا حنا داك الكولاجين ديالنا الطبيعي اللي خصنا نعرفوا او ما يعرفوا حتى بالحمض الايرونيك اللي عندنا في البشره كنفقدوا كل سنه 1%. يعني الا انا كنفقد 1% وكنعوض واحد النسبه 1% كنبقى في نفس الوجه، ولكن مع المده الا مشيت تفقدت 21% بعد التعويض خصو يكون بنسبه اكثر. دونك لي غوتوش كيف ما نسميهم سي دي غوتوش اللي غنديرهم دو مانيير كونتينيير، يعني بطريقه مستمره وبالقياس. الحاجه اللي مثلا هضرنا على البوتوكس، قلنا ان البوتوكس كنديروه او لا توكسين بوتوليك كنديروها على حسب لو برودوي، كاين برودوي اللي غير 6 شهور وكاين برودوي اللي غير 6 شهور. دونك الى ان مثلا درتو بطريقه مبسطه مره واحده في العام، بهذاك العام منعت راسي ما تقدمتش في السن بنسبه 6 شهور، يعني انا من 10 سنين واليوم يبانوا فيا العلامات ديال 10 سنين غيبانوا فيا ديال 5 سنين، سجلت بطريقه مبسطه، يعني ما عمرني ما ندم على شي حاجه درتها، ولكن نديرها كيف ما قلنا بالقياس. بالقياس عند اخصائيين عند اطباء ماشي عند اي واحد. بالنسبه للناس فاش كنقولوا شيخوخه كنقولوا شيخوخه بكل شيء كيديها ولا كيتوجه فقط للوجه، ما ننساوش انني نقدر نبقى نطلع في الوجه تنشبع، ولكن ننسى العنق وننسى اليدين وتبقى تبان فيا الشيخوخه. دونك حنا اوني ان كومبلكس، حنا كلنا شخص متكامل، دونك خصني نمشي نحمي راسي في الجسم كامل. شرتي هدى لواحد الحاجه مهمه، هادشي كله اللي قلنا هما اجراءات طبيه، يعني خاصها يديرها طبيب مختص، لانها في الحياه ديالنا غير ضروريه. ولكن غندير واحد الحاجه اللي هي غير ضروريه، اللهم نديرها مقاده ولا ما نديرهاش لانها غترجع عليا بصونيه الراس. نعم، لانه كنشوفوا الان بان كاينين متطفلين على هذا المجال اللي كيشتغلوا فيه. مالوغوزمون كنتسناو ان الناس يكون عندهم الوعي وانهم هم اللي يرفضوا ان شي واحد اخر يدير لهم شي حاجه اللي تقدر ترجع لهم باشياء اللي هي سلبيه جدا. وفي الاصل هي كانت هدفها هو تحسين الوضع ماشي انها تكرفص الراس ديال الانسان. ثاني حاجه كنتسناو ان يكون اجراء قانوني لمنع هاد المتطفلين انهم يمشيو لتخصصات اللي هما ما عندهم بها حتى علاقه، واللي مالوغوزمون لقاوها سوق حره كل واحد كيدير في الناس ما بغى. وهذا هو الدور ديالنا حنايا باش نوعيو الناس، نوعيو المستمعين، لان كما شرتي هذا الشيء ماشي مهم، ولكن الا اقتضى الامر وفكرنا في مثل هذه العمليات نتوجهوا عند الطبيب مباشره. فكان الحديث معك دكتوره هند هايم اخصائيه في الامراض الجلديه والتناسليه بمدينه الدار البيضاء اليوم حول الاجراءات التجميليه المقترحه عند التقدم في السن وظهور علامات شيخوخه على البشره. الى الغد بحول الله، شكرا لك.